وفيها تسجيل 133 حالة خلال الأسبوع، كلها حالات مجتمعية. كما تم تسجيل 116 حالة شفاء، ولله الحمد لم نسجل وفاة في هذا الأسبوع. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 15 حالة في العصابة، 11 في قرقل، حالة واحدة في قيديماقة، 19 في الحوض الشرقي، 25 في نواذيبو، 12 في نواكشوط الشمالية، 34 في نواكشوط الغربية، 9 في نواكشوط الجنوبية، حالة واحدة في تقانت، وست حالات في ترارزة. أما الحالات النشطة اليوم فعددها 208، منها 183 بدون أعراض و13 لديهم أعراض خفيفة، في حين أن لدينا 12 مريض في حالة حرجة.